اتمنى تعملوا اشتراك في القناة بتاعتي الاولانية. متنسوش تعملوا اشتراك في القناة. قصتنا بتكون مع ستيفاني وهي ام ارملة عايشة في ولاية كونيتيكت، وبتعمل مقطع فيديو على القناة بتاعتها. الفيديو بيكون عن وصفة اكل معينة المتابعين طلبوها منها، بس ستيفاني بتقول لهم ان في كتير منهم طلب يعرف منها قصة ايميلي نيلسون، افضل صديقة ليها اللي بقالها 5 أيام مفقودة ومحدش عارف مكانها فين. ستيفاني بتتأثر وهي بتحكي لهم، بتعرفهم انها هتساعد الشرطة باللي تقدر عليه عشان يلاقوها، وبتعترف قدام المشاهدين بتوعها انها تعرف ايميلي من فترة قريبة وانها قابلتها في الحضانة، وبتحكي لهم تفاصيل حكايتها مع ايميلي، وان ستيفاني كانت في الحضانة ووسط ما هي بتعلم الاطفال وابهاتهم بيكونوا غيرانين منها ومن الطاقة اللي عندها اللي بتخليها تقدر تتعامل مع الاطفال بكل الحيوية دي. مايلز ابن ستيفاني بيتصاحب على ميكي ابن ايميلي، وفي اخر اليوم نيكي بيطلب منها يروح البيت معاهم عشان يلعب مع مايلز، وبتوصل ايميلي مامة نيكي واللي بتشتغل في نيويورك مديرة علاقات عامة لعلامة تجارية كبيرة. نيكي بيطلب منها يروح مع مايلز البيت لكن ايميلي بترفض، بس نيكي بيزن عليها جامد فبتوافق، بس بتطلب من ستيفاني انهم يروحوا على البيت بتاعها. ستيفاني بتوافق وبتروح على بيت ايميلي اللي بيكون كبير وجميل قوي. ايميلي وستيفاني بيرتاحوا لبعض من اول لحظة. ستيفاني بتحكي لايميلي قصتها انها بقت ارملة بعد ما جوزها واخوها توفوا في حادثة عربية، وايميلي بتحكي لستيفاني حكايتها وانها متجوزة من شون اللي بيشتغل استاذ لغة انجليزية ومؤلف صبي، لكن حظه وحش لانه ما كتبش حاجة من 10 سنين من بعد الكتاب اللي هو كتبه وما حققش ايرادات خالص، وانه بيشتغل في الجامعة ومرتبه ما بيكفيش التزاماته، وده بيخليهم على وشك انهم يشهروا افلاسهم. تاني يوم بيكونوا سوا في الجنينة مع الولاد، بس ستيفاني بتصور الولاد صورة عشان الكتاب السنوي بتاع المدرسة، لكن ايميلي بتطلب منها تمسح الصورة فورا، وستيفاني بتنفذ اللي هي عاوزاه من غير ما تسألها ليه، وبيرجعوا على بيت ايميلي، وستيفاني بتدي ايميلي الصورة هدية وبتعرفها انها عملتها لها بايديها. ايميلي وستيفاني بيفضلوا يتكلموا مع بعض ويقربوا من بعض قوي. تاني يوم ايميلي بتتصل بستيفاني وبتطلب منها خدمة، وهي انها عاوزاها تاخد ابنها نيكي من المدرسة عشان هي عندها شغل كتير النهاردة، وشون سافر لندن عشان يطمن على مامته التعبانة. ستيفاني بتعرفها انها تخلي بالها من نيكي، وايميلي بتشكرها جامد، لكن بعد يومين ايميلي ما بترجعش عشان تاخد ابنها نيكي، فبتتصل ستيفاني بالشغل بتاع ايميلي وبتعرف منها ان ايميلي سافرت ميامي في شغل مهم، وان الشغل ده محدش يعرف عنه اي حاجة غيرها. ستيفاني بتتصل بشون عشان تعرفه باللي حصل، واللي ما بيستغربش ان ايميلي سابت نيكي معاها، وبيقول لها ان ايميلي لما بتسيب نيكي مع حد من صحباتها بتختفي كام يوم وبعدها بتظهر فجأة، بس بتعدي 3 أيام وايميلي ما بتظهرش، فبيتصلوا بالشرطة عشان يبلغوا عن اختفاء ايميلي. ضباط الشرطة بيسألوا شون عن عيلة ايميلي، شون بيعرفهم ان ايميلي ملهاش عيلة عشان امها وابوها ماتوا وهي في سن المراهقة. الضباط بيعرفوهم انهم هيبدأوا يدوروا عليها، وبيطلبوا من شون انه ما يسافرش الفترة دي عشان ممكن يحتاجوا ياخدوا منه معلومات تانية. وبيعدي يوم كمان وبيكون شون معاها في البيت ويخلوا باله من نيكي ومايلز، لكن ستيفاني تقلق على ايميلي وبتقرر انها تسافر على نيويورك عشان تسأل على ايميلي في الشركة، لكن ستيفاني بتقابل مدير الشركة المغرور دينيس واللي ما بيكونش فاضي يتكلم معاها اصلا، وبتعرف منه ان ايميلي لما بتسافر ما بتقولش لحد اي حاجة، لكن ستيفاني بتروح على مكتب ايميلي من غير ما حد يشوفها، تفضل تدور في المكتب على اي حاجة ممكن تدلها على اختفاء صاحبتها، وبتلاقي صورة لايميلي ابيض واسود وباين عليها محبطة قوي فيها، مكتوب تحتها الامل والايمان. ايميلي بتاخد الصورة وبتمشي، بس بتلاقي دينيس في وشها اللي بيخلي المساعد بتاعه يمسكها وبيهددها انه هيبلغ عنها البوليس، لكن ستيفاني بتدخل فيه شمال وبتقول له انه لو ما خلاش المساعد بتاعه يسيبها هتعمل فيديو عنه على القناه بتاعتها اللي بيشوفها الاف من المشاهدين عن مخالفاته اللي هي عرفتها من ايميلي. دينيس بيجيب ورا وبيخلي المساعد يسيبها وبيحاول يدافع عن نفسه، لكن ستيفاني بتسيبه وبتمشي. بعدها ستيفاني بتوزع صورة ايميلي على الناس وفي كل حتة جايز حد يكون يعرف عنها حاجة، وفي يوم ستيفاني بتكون في بيت ايميلي وبتلاقي المحقق سامرفيل بيبلغ شون ان ايميلي اسمها مش موجود على اي رحلة طيران لميامي، بس خدت عربية اجرة من المطار في اليوم اللي سافرت فيه. ستيفاني بتختم مقطع الفيديو اللي نشرته وبتعرف المشاهدين بالتفاصيل الجديدة عن العربية اللي ركبتها ايميلي.
بعد كام يوم زادت نسبة المشاهدات عند ستيفاني، وبتلاقي واحدة من المتابعين بتوعها بعتت لها رسالة بتقول فيها انها شافت ايميلي وهي سايقة عربية في ولاية ميشيغان. ايميلي بتحكي لشون على الرسالة اللي جات لها وبتسأله اذا كانت ايميلي لها معارف او اصحاب هناك، لكن شون بيعرفها ان ايميلي ملهاش اصحاب غيرها، بس وهما بيتكلموا الشرطة بتتصل بيه وبيعرف منهم انهم لقوا العربية في بحيرة في ولاية ميتشيغان، فبيروح بسرعة لهناك. الشرطة بتطلع العربية من البحيرة، وراها بيطلعوا جثة ايميلي وبتتعمل جنازة ايميلي، بس نيكي بيتخانق مع مايلز لما بيقوله ان مامته في الجنة. ولما بتروح لهم ستيفاني ومعها شون تتفاجئ ان نيكي بيقولها انه بيكرهها عشان هي عاوزة تكون مامته الجديدة، بس شون بيحاول يهديه، لكن نيكي بيقوله ان مامته كان عندها حق لما قالت علي فاشل. شون بتعصب على نيكي، بس ستيفاني بتهديه وبتقدر تحل الموقف بكل هدوء وبتتكلم بالراحة مع نيكي لحد ما بيهدى خالص وبينام. بعدها ستيفاني بتروح لشون وبتواسيه. تاني يوم ستيفاني بتلاقي المحقق سامرفيل بيعرفها ان نتيجة التشريح بتاع جثة ايميلي ظهر فيها ان ايميلي كانت مصابة بتليف شديد في الكبد بسبب ادمان مادة ممنوعة. مش بس كده، ده كمان كان في اثار كتيرة في جسمها لحقن المادة الممنوعة دي. ستيفاني بتكون مذهولة من اللي هي بتسمعه وبتقول للمحقق سامرفيل انها تعرف ان ايميلي كانت بتعاني من الفقر وان معهاش فلوس، وده بسبب فشل جوزها في شغله وانه مش عارف يلاقي مصدر دخل تاني. لكن المحقق سامرفيل بيعرفها ان شون اشترى بوليصة تأمين على حياة ايميلي ب$4 مليون، وده حصل قبل ما تختفي ايميلي بكام يوم بس. ستيفاني بتعرف من المحقق سامرفيل انهم شاكين في شون قوي، بتكون مش مصدقة اللي هو بيقوله من كتر الدهشة اللي هي فيها. بتطلب منه يحقق مع دينيس مدير ايميلي لانها مش مرتحاله من اول ما قابلته في الشركة، بس بتتفاجئ ان سامرفيل بيقول لها ان واضح ان هي ودينيس ما بيحبوش بعض، لانه اتصل بيهم وقال لهم يحققوا معاها هي عشان هي بتخفي معلومات اكتر من اللي بتقولها. المحقق سامرفيل قبل ما يمشي بيطلب من ستيفاني انها لو عرفت اي معلومة ولو حتى صغيرة تبلغوا بيها عشان اكيد هتفيدوا في التحقيق. بعدها ستيفاني بتروح على الكلية اللي بيشتغل فيها شون وبتشوفه وهو بيتعامل مع المساعدة بتاعته بكل ود وحب، والشك جوه ستيفاني بيزيد، فبتسأل شون عن بورصة التأمين اللي بيقول انها كانت فكرة ايميلي عشان تأمن بيها مستقبل نيكي، وبيعرف انها عملت كده زيها لما هي حكت لها انها عايشة على بورصة التأمين بتاعت جوزها اللي مات. شون بيحكي لها عن قصة الخاتم بتاع مامته اللي ايميلي سرقته منها، ومعرفش انه معاها غير في الطيارة وهم راجعين، وان شون اتصدم لما شاف الموقف ده. بعد فترة شون بيقنع ستيفاني انها تعيش معاهم في البيت ويتجوزوا بعض عشان يربوا عيالهم سوا، بس بعد ما ستيفاني بتفضي الدولاب بتاع ايميلي بترجع عشان تجيب هدومها وتحطها مكانها، بتتصدم لما بتلاقي الهدوم كلها رجعت مكانها تاني. ستيفاني بيجي في بالها ان روح ايميلي مش موافقة على اللي بيحصل، وبتتأكد من ده لما بتكون راجعة مع الولاد من المدرسة وبتلاقي نيكي بيديها جواب وبيقول لها انه من مامته ايميلي، ولما بتفتحه بتلاقي صورتها مع جوزها واخو جوزها، بتكون هتموت من الرعب. بتلاقي تليفونها بيرن، ولما بترد بتلاقي ايميلي بتقول لها تشكر شون 4 مليون مرة. ستيفاني بتقرر انها تدور في تاريخ حياة ايميلي، فبتاخد الصورة بتاعتها وبتروح على الرسامة اللي ايميلي قالت لها انها رسمتها، بس بتتفاجئ ان الرسامة بتقول لها ان صاحبة الصورة اسمها كلوديا مش ايميلي، او على الاقل هو ده الاسم اللي هي عرفتها بيه. بس ستيفاني تعرف منها ان ايميلي دمرت لها حياتها، وبدل ما كانت هتبقى فنانة مشهورة بقت مجرد رسامة رسوم، وبعدها اختفت من حياتها خالص. بتوريها التي شيرت اللي ايميلي سابته لها هدية اللي بيكون تبع معسكر خاص في ولاية ميشيغان. مش بس كده، الرسامة بتطلب من ستيفاني انها ما تدورش في تاريخ ايميلي عشان هتلاقي حاجات مش طبيعية ممكن تضرها نفسيا، بس ستيفاني ما بتسمعش كلامها وبتروح على المعسكر اللي في ولاية ميشيغان، وبتقابل اتنين من المعسكر وبتعرفهم انها بتدور على حد من قرايبها كانت موجودة في المعسكر بس من مدة طويلة، فبيوريها المكان اللي فيها ألبومات الصور بتاعت كل اللي كانوا في المعسكر. ستيفاني بتلاقي صورة بنتين توأم بيكون فيهم شبه من ايميلي، فبتدور على حد من عيلة البنتين دول لحد ما بتقدر توصل لمامتهم اللي اسمها مارجريت. ستيفاني بتوري مارجريت صورة ايميلي، مارجريت بتعرفها على طول وبتقول لها ان دي بنتها، وان هي واختها كانوا اشقية قوي لما كان عندها 16 سنة حرقوا الجناح الشرقي من البيت بتاعهم وباباهم كان فيه، ومن يومها اختفت ايميلي واختها ومحدش عارف عنهم حاجة لغاية دلوقتي.
بعدها ستيفاني بتعمل فيديو تطلب فيه من إيميلي أنها تظهر، لأنها دورت وراها وعرفت معلومات كتير عنها، وبتقول لها كم كلمة كده في الفيديو عشان إيميلي تفهم أن ستيفاني عارفة أنها لسه عايشة. وبيكون شون قاعد في المطعم وبيلاقي إيميلي ظهرت له متنقرة، ولما بيسألها هي عملت ليه كده بتعرفه انها عملت كل ده عشان بورس التأمين، لانها ما كانش قدامها غير كده عشان تقدر توفر مستقبل كويس لابنها نيك. إيميلي بتهدد شون بمسدس وانه لو اتكلم او جاب سيرة للبوليس هي هتموت. بعدها إيميلي بتقابل ستيفاني عند المقبرة بتاعتها. إيميلي بتحكي لستيفاني عن قصتها وبتعرفها ان هي واختها التوأم كانوا بيعانوا من معاملة ابوهم الوحشة قوي، عشان كده قرروا يخلصوا منه. بعدها هربوا من البيت واتفقوا ان كل واحدة منهم تروح على بلد، وبعدها يتقابلوا تاني في الكوخ اللي كانوا يستخبوا فيه هما صغيرين. بس اختها اختفت لمدة 15 سنة، وكل مرة كانت إيميلي بتروح فيها عند الكوخ وما كانتش بتشوفها، لحد ما في يوم اختها اتصلت بيها وطلبت منها يتقابلوا في الكوخ. لكن إيميلي تتفاجئ ان اختها بقت مدمنة وطلبت منها $1,000,000 وكانت هتضربها، وهنا إيميلي قررت انها تموت اختها عشان بعد الحادثة دي ابنها وجوزها هيستفيدوا بفلوس بوليس التأمين. إيميلي بعد ما بتخلص قصتها ستيفاني بتقول لها انها بلغت شركة التأمين بكل اللي هي عرفته، وشركة التأمين خلت الشرطة تفتح التحقيق في القضية من تاني. بعدها بنلاقي إيميلي بتعور نفسها بمفتاح رب، بتروح على البوليس وبتقول لهم ان شون هو اللي خلاها تزور عملية موتها، فبتقبض على شون لكن بيخرج بكفالة. بعدها شون بيرجع على البيت وبيلاقي إيميلي مستنياه وبيتخانق معاها بسبب اللي هي عملته. إيميلي بتعرفه انها لسه بتحبه وعشان كده سايباه عايش ومسامحاه على موضوع جوازه من ستيفاني. فجأة بيلاقوا ستيفاني داخل عليهم ومعاها مسدس وبيتهددهم هما الاتنين بالقتل عشان هما الاتنين ضحكوا عليها. ستيفاني بتتهم شون انه خدعها بقصة موت إيميلي اللي هو كان عارف عنها كل حاجة. فجأة بتطلع رصاصة من مسدس ستيفاني وبتعور شون، لكن ستيفاني بتتفاجئ ان إيميلي بتقول لهم ان المسرحية بتاعتهم مقفوسة قوي وانها عارفة انهم حطوا ميكروفونات تبع الشرطة في البيت عشان يخلوها تعترف بأنها هي اللي موتت أبوها وأختها، بس هي قطعت الميكروفونات كلها. بعدها إيميلي بتطلع مسدس وبتضرب شون وبترجع على ستيفاني وبتهددها بالمسدس، لكن إيميلي بتتفاجئ أن ستيفاني بتقول لها أن كل اللي بيحصل ده متزاع بس مباشر على القناة بتاعتها، وبتوريها الكاميرا الصغيرة اللي حطها في هدومها. إيميلي بتجري بره البيت وبتحاول تهرب، لكن حد من المتابعين بتوع ستيفاني بيخبطها بالعربية بتاعته وبيقول لها أنه شافها على البث المباشر وما قدرش يمنع نفسه من أنه يجي ويموتها لأنها مجرمة وتستاهل الأكل. وبعدها بتوصل الشرطة وبتقبض على إيميلي وبتحكم عليها بـ20 سنة سجن. وبكده احنا خلصنا فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة الأولى والقناة دي كمان، وتعملوا لي فولو على الأكاونت بتاع انستجرام. أتمنى يكون فيديو مرادة عجبكم. السلام عليكم.